وبشأن انتهاكات ميليشيا الحوثي وتعطيلها مقترح المجموعة الخماسية الخاصة باليمن بتمديد وقف إطلاق النار هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي. أهلا وسهلا وسعدتم بالخير مساء. حياكم الله دكتور. يعني في خرق للهدنة الأممية ميليشيا الحوثي تهاجم الجيش اليمني بمدينة تعز، كيف تقرأ تعاطي الميليشيا بداية مع الاتفاقيات الدولية؟ هناك استراتيجية واضحة للحوثيين تتمثل في إيقاف الضربات لدول التحالف، بمعنى أنها الهدنة هي قائمة مع السعودية والإمارات، مع استمرار يعني خرق الهدنة على المستوى الداخلي ورفض الاستمرار بالهدنة لأنها والحديث عن المعابر وفتح الطرق، وبالتالي الرفض والتكرار ورفضها التعاون مع المجتمع الدولي عمل استراتيجي بامتياز، لأنه أولا هي تدرك تماما أن هناك ضغوط دولية للذهاب نحو تسوية لليمن، تسوية بمعنى أنها تحافظ على كل المكونات، وبنفس الوقت تصبح الحديث وكل الضغوط الدولية على الهدنة وفتح المعابر، ومن هنا نقطع مع كل المرجعيات الحديث عن الانقلاب، تسليم السلاح، الانسحاب من المدن. عندما تفتح طرق في تعز يعني هذا أنها تفتح الطريق مع بقائها حول الطرق، وهذا يعني الانسحاب من المدن أصبح خارج أي حوار، ما بالك في القرار 22/16 الذي يتحدث عن الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح للدولة. وبالتالي هنا هذا ليس عمل استفزازي، هذا عمل استراتيجي، لديه معطيات، لديه معلومات، يقرأ التحولات الدولية، ومن هنا يحاول أن يختزل المسألة اليمنية بفتح الطرق وباختراق الهدنة، وهذا هو عمل استراتيجي. ومن هنا تستثمر، وذلك ستلاحظ أن كل الحديث في اليمن الآن حول فتح الطرق الهدنة، وكأن ليس هنالك انقلاب، ليس هناك انتهاكات، ليس هناك قرار مجلس الأمن، ليس هنالك أي اتفاقية دولية تتعلق بالشأن اليمني. نعم، هل يمكن يعني اعتبار هذا الخرق أيضا لربما رسالة من ميليشيا الحوثي للرد على دعوة المجموعة الخماسية الخاصة باليمن لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 2 آب المقبل؟ الرسائل هي طبعا هناك ما يجري من تفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي حول الملف النووي، ما يجري من تفاوض في سوريا في العراق، كل هذا مرتبط بالشام اليمني. فالمسألة في اليمن أيضا ذات علاقة بإدارة المعركة بين إيران، وليس نقول وكلاءها، بين إيران وامتداداتها، لأن إيران لا تتعامل مع الحوثيين أو حزب الله أو الميليشيات في العراق باعتبارها وكلاء محليين، هي تعتبر أن الحوثيين امتداد جغرافي لها، بل لهم هوية، هذه الهوية فوق الدولة، فوق القومية، فوق كل الانتماءات، تنتمي فقط لولاية الفقيه، وبالتالي هذا التفاوض هو جمعي. ومن هنا يرتبط هذا، هناك معلومات دقيقة لدى ليس الحوثيين، لدى ما يسمى غرفة العمليات التي هي موجودة في إيران وبيروت. هذه غرفة العمليات تدرك أن هناك ضغوط كبيرة جدا لإيقاف المعارك، لأنها مرتبطة بمسألة الشرق الأوسط، هم يريدون اليمن تقريبا نموذج يعني يشبه إلى حد ما النموذج العراقي والليبي، بمعنى أن لابد يكون هناك سنة وشيعة، ويكون هناك شمال وجنوب، يكون هناك جغرافية مجزأة، سلطة ضعيفة، وأعتقد حتى كردستان هي المناطق الجنوبية، هناك نوع من يعني ربما يعني يمكن أن يعني يطبق النموذج العراقي النموذج العراقي في في لو سمحت ممكن يطبقوا النموذج العراقي مع النموذج الكردستان في اليمن، ولكن بهدف ماذا؟ بهدف ماذا هنا؟ كما تعلم ان بقاء المنطقه عباره عن انتماءات
متعددة، بقاء المنطقة، الدول العربية 4-5 دول مشلولة، ماذا يعني؟ يعني أن هذه الدول لديها قلق، إيران لديها أوراق تتفاوض حولها، هذا يعني لابد من ناتو عربي ينسق مع إسرائيل لمواجهة الخطر الإيراني. طبعا إيران تدرك هذا، ليس لأن إيران تشكل خطرا كبيرا على أمن القومي، لكن أيضا هي توظف رغبة الغرب وتوظف رغبة إسرائيل بحيث أن إسرائيل تصبح حليف، ومن هنا تلعب على هذه الموازنات بحيث أنها تهدد، تنسق مع الأمريكان ولا تتجاوز حدودها، تضعف المنطقة العربية، وهذا يخدم حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن يصبح هناك حاجة للحماية، تصبح المنطقة العربية ليس لديها اهتمامات قومية، هناك الدفع باتجاه تشكيل تحالف ما ضد إيران. هل ترى أن مخرجات قمة جدة بالسعودية والتي تحدثت عن حل أزمة اليمن يمكن أن تؤتي بالفعل ثمارها في ظل هذا التعنت من جانب ميليشيا الحوثي ومن ورائه إيران بطبيعة الحال؟ ما حدث في جدة هو أولا هناك مشكل كبير، هو غياب اليمن الرسمية عن المشاركة، بمعنى كانت اليمن الحاضر الغائب، بمعنى لم يتم استضافة السلطة الممثلة للشعب اليمني للمشاركة في هذا المؤتمر. هناك إعادة تشكيل المنطقة، هناك ملفات يريد بايدن أراد مناقشتها، تتعلق بالطاقة، تتعلق بجزيرة تيران وصنافير وكيفية أن تصبح مجالا سعوديا مع بعض الضمانات، هناك ملفات أخرى تتعلق باليمن، لكن ملف اليمن، وأيضا هناك خطوة مهمة ولو أنها متأخرة، هي متعلقة بالبنية التحتية في العراق وربطها في المنطقة العربية. ومن المؤسف أن الرئيس الأمريكي هو الذي يطالب أو يدعو إلى ربط البنية التحتية العراقية بالمنطقة الخليج، وكان من المفروض بأنه عندما فقدنا المجال العراقي ينبغي على الدول العربية أن تستعيد العراق إلى مجالها من خلال ربطها ببنية تحتية متشابهة، من خلال إيجاد فرص اقتصادية يعني تكاملية، إيجاد فرص عمل، جذب الشباب العراقي إليها، إلى أكثر من عمل يمكن في هذا الجانب. اليمن هل ننتظر حتى الآن؟ الهدف بشكل واضح أقول لن العراق سيظل يتحدث عن ميليشيات، وكذلك اليمن، وكذلك لبنان معطلة، وكذلك سوريا أصبحت الآن فيها أمريكا، روسيا، إيران، يعني أصبحت مجالا دوليا، الولايات المتحدة في خطوط النفط، هناك سوريا، وما يحدث الآن من مؤتمر في إيران أيضا متعلق بالوضع السوري. اليمن لابد أن تظل يعني بنفس الشاكلة، رخوة ضعيفة، المنطقة ستظل رخوة وضعيفة، وهناك تحول بمفهوم أمريكا من حماية المنطقة إلى المساعدة في حماية المنطقة، بمعنى عليكم أن تحموا أنفسكم ونحن سنساعد، والحماية لأنفسكم هنا تعني التنسيق بين دول المنطقة ومع الوكيل الأمريكي في المنطقة إسرائيل، وهذا ما زال يتشكل وهناك حوار، ولكن أيضا أعتقد أن هناك صعوبة نظرا للملف الفلسطيني، ونظرا أيضا لأن لا يمكننا الآن نتحدث عن مشروع عربي قومي، نتحدث عن مشروع إسلامي، لأننا الآن في العراق نتحدث عن شيعة وسنة وأكراد وعرب، في اليمن نتحدث عن سنة وشيعة وشمال وجنوب، في لبنان حزب الله يسيطر. نحن فقدنا عقود من التحديث، وبحاجة إلى أن هذه النخبة تحاول أن تلتقط الأنفاس وأن تتحول إلى فعل سياسي وثقافي والاجتماعي لوضع استراتيجية لمواجهة هذا التآكل للدولة الوطنية. نعم. إذا كنت ضيفا عبر سكايب من أمستردام، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.